يقول: أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق، لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي. وهذا صنوه ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين، تلذذه بالجود والعلم والتقى وبذل العطايا لا بطيب المآكل، يعدي فعال المكرمات بنفسه إلى آمليه لا بجر الوسائل. في أحد لقاءاته قال أحد الحاضرين: يا شيخ، إني قد اغتبتك فاجعلني في حلم. فقال الشيخ في جود بتلك المظلمة: ومن أنا حتى لا أغتاب؟ أنت في حلم. أما إن كان هذا الرجل أو غيره من الناس اغتابني تدينا، بمعنى أنه رأى أني أخطأت في أمر واغتابني لذلك، فهذا على كل حال معفون عنه. وأما إذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا أقول؟ أقول هذه محل نظر، ولا أقول عفى الله عنه وأرجو العفو من الله؟ الثاني، إذن عفى الله عن كل من اغتابني، وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه، وهو مني في حل. وأخو الجود يلين، فإذا ما ناب ضيم فكما كان يكون، وجوده بالعلم نائف، من أمه يأوي لظل وارف. في رمضان الأخير في حياته وفي المسجد الحرام بعد صلاة التراويح كانت حالته تستدعي الراحة، ورغب الأطباء في ترك درسه تلك الليلة ليضيفوا له دما هو في حاجة إليه، فقال: اعملوا ما شئتم وسألقي الدرس. فكان يلقي الدرس والإبر تورز في جسده، فحليف العلم يختار اللظى مسلكا فيه على خضر الضفاف.